الرسم. ايه ما شاء الله، انا مهندسة بس عندي انا موهبة موهبتي الرسم. قراءة الكتب. الله، ترى احضر لك اشوف لك قصص وشي. قصصي كلها كيس حبيبي. وين انت شفتك مرزوق؟ شكرا. وا يا جماعة، تتذكر لما كنت اسولف ايام قصص الابتدائية والبنت ديك حق السيارة؟ كنت اقول قصص حياتي الابتدائية، الطاعات، المشاكل، الا فجأة قصص خلصت خلاص. ما عاد في قصص، ما في قصص. لما بتخلص القصص ايوه، المتابعين صاروا يقولوا لي روان عادي يقول حتى لو قصص كذبية نحب اسلوبك في القصص. وانا اروح اليوتيوب قصصي مع السحر والجن، وانا كنت مسحورة في يوم من الايام ودش فيني وانا كدابة، والمتابعين كانوا وازيد بهارات واغير في السان، يعني كنت ابهر والمتابعين كانوا مبسوطين وانا كنت مبسوطة. كنا كذا يمكن في البث 1000 قليلين يعني. ايه جيش ملاحي، اوه ملاحي سكر شكله. وقعد اساليني ترى من اول اسالك عشان تقولي لي روان يلا جاوبي، يعني روان تسالي روان، انت عارفين على نفسك، انت من وين؟ منو روان؟ منو روان؟ منو شخصية روان؟ تضحك لكن بداخلها ألف خاطر مكسور، تبكي في انصاص الليالي وفي الصبح تضحك، شخصية تحب إضحاك الجميع بس ما حد يضحكها. أحب من الفنانين أم كلثوم لأنها فنانة مخضرمة، ومحمد عبده، وماجد المهندس، وأحب أسعد متابعيني بقد ما أقدر. بس يا الله سلام يسعد. يا سلام، يا شنو أكثر شيء يسعدك روان؟ أكتر شي أحبه في وجهي غمازاتي من جمال. لا ولا أنت ما سألتي. أوكي. لا لا ما سألت، أنا بمدح نفسي. أحب طولي، يعني هذه أشياء اللي أحسها مميزة فيني. أحب لوني، أحس أني نادرة والله من كل النواحي. طولي، لوني كم غمق، طولك روان؟ والله ما أعرف بالضبط كم، ما بفتي لأنه أول فتاة طلع كذب، لأنه صار أمس موقف يعني كم تأكدت إنه هذا طولي غلط 100%. اللي أول قلت 179 بس صار لي موقف أمس اتأكدت إنه غلط. وش فيه هذا؟ مو طبيعي. ما شاء 199؟ ليش انت ما تقيسين طولك؟ ما تعرفينها؟ عزوز واو قصير، ايش دخل عزوز واو؟ حتى حنين قصيرة. استغفر الله. شنو؟ احكام؟ لا الموقف ما اقدر اقوله. الحكمة جولتين خليها احس ارتحت لك. يا يلا تنزلي رسم في سنابك ولا في الحساب؟ ضحكتها غريبة. أنا صراحة صار لي مدة موقفة رسم، بس من أرسميني جديد ولا تعالي. ملامحي نادرة؟ مرزوق، حاضر، ثانك يو. تعالي تعالي. شنو قصة ملامحي نادرة؟ لأنه أول ما دشيتي وياي قلتي لي أنت جمالك نادر، لا أنت يعني، تعرفيني واحد. يعني مو أنا كلمة ملامحك نادرة ما أقولها لأي أحد من جد، يعني أنت وأنا وممكن كم شخص، لأن من جد أحس ملامحك سبحان الله نادرة، ما شفت أحد بملامحك. أمبي قلت لها تشبه ساز. لا لا دقيقة دقيقة، البريكات دقيقة. حبيبي شنو في؟ أقول لك إيش جو في القصايد؟ يلا نيوتروجين فوتون دقيقة، بلس جديد للتحكم في البقع لبشرة أنقى في أسبوع واحد فقط. لسه عم اشترك. الله مرة أحب هذه القصيدة، تذكرني بأم كلثوم. قصيدة طوى قلت بارتصاله ولا جالي، يلعنب وحبه وحيه وطاريه، وقعت إلا رقمه وسط جوالي، فديت جواله ورقمه وراعيه. طول انتظار اتصاله ولا جالي، طول يلعنب وحبه وحيه وطاريه، الله قعدت بلا رقمه وسط جوالي، فديت جواله ورقمه وراعيه.
خلاص البريكات هذه فجرتها فجرتها، لا ارتاحت لنا جايز الدبل. عم لا اصحي جايز، ليه ما صار مديكم تكتبوا ضحكات طويلة في الكومنت؟ مليون اسف لكم، اشوفكم تحطوا ايموجيز. روان كلمة لأحد ظلم، ظلمني انا ما انظلم، انا اظلم الزع. مين يظلمني؟ مين يقدر يظلمني يا خاسي؟ اخذ حقه بدم بدم خشوم ولا بدق خشوم والله ما ادري. روان روان من السعوديه صح؟ لا عايشة في جدة بس ما صالحة بالجنسية. الحين يقولوا يا ليل ذا التصريح، حلبة التصريح حلب. بس خلاص هم يسألوني، اللي دق الباب يلقى الجواب. كل الناس الله ينعم عليك، انت الخير. بعد عمرك تفكر تغير قصة شعرك؟ توي مغيرتها كل شوي. هو حلا؟ لا والله احس يعني في قصات احلى، بس هذه كمان حلوة. يعني يعني تكفين قولي لي شنو بسوي؟ كلنا خمس شعرات، يعني شنو بسوي فيهم قصة؟ وين خمسة؟ يبان كثيف ولا هو خفيف؟ لا هو كثيف يعني، بس انه يعني قصير يعني، قصة شنو بسوي؟ يعني تحدد الزلف من هنا. بوريكي هذه الحلاقة والله حلوة ترى. حلقات حلوة والله. ايش بك؟ دقيقة فعلا، بس يعني عادي الباقي كمليه في كل. يا ربي ليش يا ربي ليش ليش؟ هذه بيسويها زباكي اذا طلع له دقن باذن الله، ندعي له عاد. واو يا جماعة لقيت ناصر، وي ايش يسوي في جوجل؟ شو الحلاقة؟ الحلاقة يا واء، اوه ماي جاد. عرفنا ناصر من وين يطلع حلاقاته، لقينا الموقع، خلينا نحجب الموقع عشان ما حد يحلق زيه. امبي حنين، هلا حنو، هلا حن، بسمعكم مرة ميكس حق حنون. الشمس للقمر واخ حزون. هلا حلو هلا حلو هلا حلو هلا. مليون اسف لك يا حمد. انا ليه معلق على حمده؟ لانه طالع لي هنا مو محمد، طالع لي حمد، فانا اقول حمده. اسف لك يا وعد. وعد مليون اسف. قولي لي وعد، انت كرديه؟ انا سوريه جنسيتي بس عايشه في الامارات. الحكم الأول. اي ترسمي لي سكسوكة بالمعجون. معجون؟ طيب قلم. لا أنا بمعجون عشان أباكي تنحرقي. والحكم الثاني؟ الحكم الثاني ثلاثة ضغطات شامبو على شعرك. الحكم الثالث صورتي في البروفايل لمدة 3 أيام بلياليها. لا لا الله، يلا بحط معجون أسنان. حنين كتبت كومنت ما شفتها. مليون اسف لك يا حنين، فجرتها والله. وسعادي متابعيني ترى ستر وغطا. وش جاب القمر للارض يا ناس؟ يا جماعه بكره لازم اصحى بدري مره من جد، يعني عشان لاني مره قاعده اصور سنابات هذه الايام. اوف تبكي الحاج اللي مو ضايفني سناب، عاد فاته نص عمره.
حني نفتح بث ده موجود يعني. يا جماعة كده مكان الإضاءة تمام غيرته. اليوم قصدي أقول بكرة أنا خلاص دخلنا يوم جديد. أنا طبعا ما أعترف باليوم إذا كمل إلا إذا نمت. سو يب يلا قلبوعة أخي ريحته بيكس. أرسميني حاضر أي صورة تبين. يلا أنا برسلك الصورة على الدايركت. هذا راغي. ايه هذا كنا منتهيه مدته. ليه منتهيه ام بي؟ هذا كيف رسبا فجاه؟ هاي هياتو هذا منو؟ في شيء معلق صح ولا انا من اول ارسل للناس ولا ايش السالفه؟ معلق هم نونو زمبي. صدق ولا انت جالس تهربين؟ ليش اتهرب؟ مين انت عشان اتهرب منك؟ شايف وجهك؟ الشيطان الرجيم تهربين مني بس جالس. ليش مسوين فيها؟ ليش مسوين فيها كذي انتو؟ مين هي؟ ليش مسكينة هاي؟ خلاص احلق انا محسنة. تعال يلا تسمي يلا تكبيسكم يا جماعة. والله في ثلث الصباح يا أخي نايمة أحلك كروان تحس نفسي بنكهة. خليها دقيقة وبس يلي. أنت تقدر يعني تقدر من تحي الجو تقدر أنك فهمت يا أخي. بس حس الصباح يا أخي ما أدري كيف مو زي الليل يا أخي. شلون منفسة؟ شكم منفسة ما أدري أحس مو ما أدري أحس في شيء غلط. روان أصلا روان كل يوم نفسه. ليه منفسة؟ يمكن عشان شفت وجهك نفست ما أدري. يمكن عشان ناصر ما يفتح بث ما أدري. إيش دخل ناصر؟ شكو. إيش دخل ناصر؟ بس قلت بس. شافت وجهك. يزيد النار حطب يقول بس. ترى ما راح أقول فجأة. أنت دائما تفهمين بشكل صح. بس. إيش سوي؟ ليش تزيد النار حطب؟ حسين أخبارك؟ أول مرة ألعب معك تشرفنا. ثالث مرة معك. وين حسين وين؟ أنا وأنتي وملاحي و... أوه مع أنت يا روان لعبت مع ملاحي فزت عليه ولا فزت عليك؟ فزت عليك كذا مرة وفاز. وآخر مرة من فاز؟ آخر مرة هو فاز. كمل السكور. هذه ليش حكمين عليها؟ لأنها لعبت ضدي وخسرنا وحكمنا. روان ليش ما تروحين معرض العطور وذا؟ مرزوق ايش اسوي معرض العطور يعني؟ تكوني زي المشاهير وتقابلي عبد الله الزميلي كل مره يناديك عبد الله الزميلي. عبد الله الزميلي قسم بالله ما شاء الله. طب انت ليه ما عرفت؟ عبد الله الزميلي ويشتغل والله. على قول عبد الله الزميلي يطف ويشتغل انت ما تطفى ابدا ما شاء الله. هذا الفرق بينك. عبد الله انا مرزوق. يا اخي روان تفجرها. روان الله يهدى. يا اخي فجرتها يا جايز كبسوا. جايز شيروا البث. جايز شدوا ربعي يا ربعي. تكبيس يا جماعه. منو فاتح؟ يلا الله وجهي. صباح روان في حد فاتح؟ بيض وجهي صراحه. والله ما في ما شفت. غيده مرزوق بن حسين الله قلبك يا سيدي. ما في حد صح؟ الله يلا بسيطه ان شاء الله. وعد روان كل يوم بيش تبدا صباحك؟ هل صراحه كل هل طلت انا دوم دائما والله ابدا صباحي بمسلسل
بس اليوم بدأته بمسلسل جيش الطماطم منورين المسلسل كلكم يا جماعة اكتبوا تبدون صباحكم بيش ما أبغى أقول أنا الظاهر مش فجعني فجأة سألني شو اسمه قولي عسرون لا لا شكله والله لا 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 بس ما بحد يعني يتفرج مسلسل خير يعني على حسي كذا انه يتفرج مسلسل يعني ما قد قلت والله انه عادي والله انه عادي قاس كبسه كبسه ضيعت الموضوع ضيعت الموضوع روان يلا نسأل اسئلة يلا نسأل اسئلة حسبي الله عليك يا عسل مع كبس يا جماعه اسم المسلسل شباب البومبا واو والله اني اتفرج شباب البومب تدري روان روان عندي سؤال مثير عندي سؤال مثير ابغى اسال ايش من اعز ناس عندك في التيك توك اعز ناس عندي في التيك توك اول واحد ناصر بعده ايوه ناصر دائما ابث معاه خلاص ناصر 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 وطن ناصر منه لا يبغى نقول اوف الجرى اصدقاء عمل بس ناصر بعيدا عن اصدقاء عمل عادل قستات اضحك فيه معاها واحب حتى متابعيني يحبوا القستات مع ناصر بعيدا عن صداقة يعني في القستات اللي يعني نضحك معاها معوني ناصر نيف سبايكي ها المهم الله ناصر السباعي اي والله يوفق روان والله يوفقكم يا انجي انا بس شير البث جايز ليه يفوزوا ترى عنده جحفله ده حسين من عينه ظل قريبه كانها تطيق الله من زمان عن الذبه ناصر السباعي وحشتك الذبه يا ربع يا ربع اسكور يا اخوان هذا بشن خلينا جدكم مع بعض جايز شدوا HFO يا الله وجهك يا اخي في سالفه لا نص ساعه افكر فيها عقلي ما طلعت يا عيال الجبل يا عيال ليه جحفلوا تكفون ليه جحفلوا جالس افكر يا روان باي كذبة اقولها ما اتذكر خلصت كذباتك لان لا فزنا الفوز هذا منو الحين انا احكم بس ولا حسين بس الجنرال والله انك جنرال والله جحفله 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 عادي رباعي جحفله مسموح طبعا لا مو مسموحة من زمان والله انا ما العب جحفلة اسال اللي عندي جحفلة معروف جولتين ايش وراك العب جولتين انا العب جحفلة والله لا ما حددنا من البداية طيب اذا في جحفلة من بداية الجولة ما حددنا معروف كل التيك توك يدروا انه الجحفلة حتى المتابعين عارفين بالله مو الجحفلة جولتين طيب طيب بس احس عاد يعني احس ما من دخل يا اخي اذا جولتين فأني ما بث اكثر فما ادري والله عنكم يا استاذ يا استاذ يا استاذ روان يا استاذ روان الحكم الاول بسيط جدا ثلاث احكام لا بسيطة. جولتين جحفله معروفه جولتين بالله لن نكثر يا اخي ما في شيء ما في شيء البث بيموت بشكل نلعب جوله ثانيه فهمتي ليه بيموت عادي أسمع. والله انا أسمع. انا احيي البث ما في قست انا اكون فيكم ميت انا اللي احيي حسين اسمع حسين شوف حلو تدخل قست ثاني تقول هذا أسمع. الكلام عندي مو هذا الكلام الله يسعدك اسمع حسين حل شوف. واحد انك تحكم بحكم كذا يعني تمشي على السريع بس افضل يمكن اذا ما تبغى يعني خلاص ايش رايك انت نفذ بذا دخلنا واحد الحكمه الاول يلا انا بضحي بروان وبحكم يلا احكمني بدل روان يلا فداها اسمعيني يا استاذ وعد احمد ترى ما حد حيسوي تصميم يقول فزعه الجيزاني زين بس صدق والله عادي كيوت الله يسعدك بس من السم هاتي شبه مسعود أوزيل عرفت يا أستاذة ليفاندوسكي قد أسولف وياك وعد يا أخي انتوا ما تسمعوني ولا شنو يا أخي دحين سمعناك انت شلونكم أحمد احكامك ثاني ولا شنو أحمد احكامك مع انا احكم اللي هو اللي يحكم ولا انا احكم على وعد انت تحكم على روان طيب انا احكم على روان تنزل لي في سنابها العام وتكتب اجمل جيزاني ملامحه كانها كوريه شفتها في حياتي انا امس امحكم الله يسعدك حسن يلا انا بحكم
كنت أعتقد قلبي فقد الرغبة فيك، الحب بس بطل يحس راحت عليه. ندخل مع مين؟ أوه ناصر فاتح بث. مو قاعد يقبلني ولا شكله شي معلق، والله ما أدري. يا جماعة خلوا ناصر يرسل لي، كل الناس قاعدة ترسل لي هذا عادي، مو قاعد يعلق دحين، بسرعة قبل لا يعلق. بص بص الحركة دي ترررر، حتى اللقطة دي ترررر. نونوز باك باك يوهو بوتش لابد. ما في احد. ناصر يسوي رفض، ما ادري هو اللي يسوي رفض ولا معلق. I don't know. شكلنا مطولين يا جماعة، يعني ما يطلع لهم اني انا ارسل لهم ولا يا جماعة، يعني ما يطلع لهم اني انا ارسل لهم ولا لك خليه يرسل لي. هلا مريومة اجمل بشر، هلا وغلا. ليه ورجل هنا صبه هنا؟ هلا رشراش، هلا رشراش، هلا رشراش، هلا رشراش، هلا مغناطيس النساء، هلا 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 مفرقة النساء، هلا هلا بالكابل، هلا رورو وحشتيني صدق، وحشتينا كلنا بعد قلبي. ايه روان قام شوي ترى دخلت معاك البث وانتو تغنين كم معلق. سلام مرحب سمير، هلا راشد، هلا مريم، يا جماعه حبي هذا حساب الاحتياطي. ايوه ضفتكم كلكم. يلا حسابك ليه حسابك الاول ايش فيه؟ اخ والله الله تقلبون مواجع يا جماعه، معايا قهر. القصه هذه حق سمير، حق الحساب سبعتها يمكن ثلاث مرات. اي أيوة والله انا حسابي الاول لازم اوقف. خلاص 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 أبث فيه، لازم أوقف أبث فيه شهر. يا جماعة ناصر مريم والله معلق. شوفوي مريم، شوفوي. أهلا راشد كيفك؟ هلا حبي سمير، هلا قلبي. حالك؟ والله بخير، إيش أخبارك؟ طيب والله بخير الحمد. مريم والله كلكم نفس الكرسي طقم. شلون يا أخي هذول حقين هذول الجيمنج قروني، يعني أنا شاريك كلهم شروا مثلي، يلعن أم التأثير اللي قاعد أسويه في السوشيال ميديا. بس لا أنت اشتريته بعدين راشد. مريم أقصد يعني التأثير. كلكم طجمين. مريم في شاحن؟ إيه اقبل اقبل اقبل، انا ومريم صديقتي ضدكم احكام صلخ. يلا باقي روان بس. مريم في شاحن يا مريم. شاحن ايش؟ كيف يعني ابث؟ فاتح بث بنفس الجوال، مسكين ما عندك جوال. يلا طيب يلا يلا يلا
خلاص يا مريم انا داخل مريم اقبلي صديقتي ها يلا صديقي تعال رحمه ما في مريم خلص كم صالخ كم صالخ يا جماعه كم صالخ هنا ما كم صالخ كم صالخ باقي روان فنتي عشان احتريك ما قلت لك احتريني ولا قلت لك انتظرني عادي العب جوله وانا بلعب جوله وبجيك ليه الشو يلا بس يلا 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 بشانبك ذا المربع تقول هتلر هاي مين هذا قاسي يا روان يا جماعة طيب نلعب اقبلوا طيب اقبلوا مريم راضي عن الاوتفيت قبلت مو راضي يطلع للجولة الغوا عيده انا تو طلعتني انا سمير قبلنا باقي مريم وروان باقي انت ومريم يلا انا قبلت يلا ها رجعت رجعت ارسلت ما جاني شيء حتى انا ما جاني شيء يا اخوان اللي يرسل يسحب اه سحب رسلت سحبت انا يلا طيب برسل لكم انا خلاص اوكي ارسلت مين مري اوكي قبلت ما رسل ما رسل عندي قاعد يقول مباراه رجعك يا روان الحين اطلع وارجع طيب يلا جماعه مو حلوه الحركه بس ناصر قبله بس والله كان يعلق والله والله كان يعلق يلا طلعت ارسل لي جوله ولا انت عشان ارسل لك جوله طيب يلا لا استنى ارسل لك ارسل لك شوف جماعة معلق شوف ما يطلع لي معلق ما اشوفك ترفضين ليه ترفضين ليه؟ ناصر والله خرجت خرجت من القسط عشان اجي هنا بيزعلوا الله انك خفيفة اوكي يا جماعة خلوهم يرسلوا لي بالله طالعة من القسط عشان يقول خفيفة يدز خير خليهم يرسلوا لي هلا هاوشتك هوش يوم رحتي؟ لا شو دعوة سبيتك سب مو طبيعي يلا ظلمت هاي قلت قليلة حياة تروح وتسحب علينا تلعب مع ناصر الكريسبي حقهم ايش فيه؟ قال يوم سمعت كلامك الغت جولة خير يا اخي جايين شخصيتك قوية يا راشد خير تقول لي خفيف وانا طالع من القصة هربت عشان اجي العب معاك تقول كذا ناصر طردها روان ما توقعت ما صراحة خفيفة ما توقعت والله طردك طردك ها يلا برع يلا اعتذارك مقبول يلا طردك ها روان جيت عندنا علي عندي كبسة الله يسعدكم كبسة لها طردك جيت عندنا ها لما طردك جيتي ها يا جماعة ما اقدر ازعل ما شاء الله ما شاء الله مالك الا حنا مالك الا حنا شو وضعك الحين وش الكرسي وش وضع يا روان الكرسي يوزع مجانا ولا يباع تصرف الموضوع ايه لما طردك ترى نمزح مع بعض انتوا شخوصيين الكل شخص نوع ايه يوم طردك جيتي اسمعي راشد مو بس سمير خلاص عدت الدب 5 مرات ما حد ضحك يوم طردك جيتي مريم انت تسمعك مو ناصر اللي يطردني ما له صار يا اخي عيب يا اخي عيب تشردي من عندنا تروح تلعب بس بعد اذنكم بعد اذنكم سمير 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 بعد اذنكم لان هذا ناصر انت سمير في فرق بعد اذنكم نرمي السماعات عشان مريم تسمعنا ونسمعها يا الله تضحية لجل مريم روان روان ما عندها سماعه اضربها كلكم روان روان اسمع روان اسمعي عندنا في ناصر ناصر حبيبي واخويا لا تجي تقولي انت سمير انت ناصر لا تسولف كثير يا سمير سمير طمني على سمير
طرحتي واسماء على الطاوله من البرنامج. شكرا لك. كل ما تتقابلوا فارمين لحوم انا اكلتونا اكل، ما في واحده ما تكلمتوا عنها. روان ايش دراك؟ ايش دراك؟ وصلتني والله العلوم، وصلتني. اه رايد على في دباب. في دباب، وعارف الدباب. والله والله واحد قال لي انك تتكلم عننا من يعني من والله ما بنت سمعنا شلون؟ ها؟ نصدق اي كلام يا في دباب عندنا يا اخوان، في دباب مجتمعنا. دباب؟ مين دباب؟ يعني واحد يعني واحد ينقل علوم. يا مليون اسف لك. فضايح فضايح. ما استوعبت لان تقولون دباب، لان قلت بسكت، بعدين قلت لا ابغى اعرف ايش السالفه. بس روان الكلام اللي قلتيه عني وصلني. والله ما جبت سيرتك يعني صراحة، جبت ناس تانين بس يا أخي لا تفهمي، افهمي 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 وش أقصد، مو عني عني أنا بالذات، الأسماء اللي طرحت على الطاولة. وش ذا؟ ما في أحد في أمان في ذا الطاولة اللي تقدون فيها يا حبيبي. ما جابوا ما جابوا ما اسم ما جابوا. شوفي واضح إن طاولة فضايح فعلا، خاصة الروان استلمت واحد علقت عليه يمكن نص ساعة يتسولف عنه. ما سالفت عن احد، لا تسوين فيها بس والله انك سولفتي والله. ونت سمين قاعد يفكر من الدباب وهو الدباب. والله العظيم روان تكلميني انا. ايوه انا يافي، انا يافي مو دباب يا روان، انا يافي. ونعم سمير اليافي، انا يافي على اكزود. نايف ارحب يا نايف ارحب. راشد يعني حبيت هذا ما راح تبطله يا راشد. اه وليد بن مشيت، اهلا وسهلا. هلا والله. اذا بطلت اعيش تبطل حمضيات يعني مره ما في امل. شكرا تشامي. ما في امل يا حبيبي. ايوه راشد انت لما تتجمعوا ايش تتكلموا عننا؟ مثل ما تتكلموا. لا احنا ما نتكلم عنكم. والله يا روان ما ترى انت ما فيها حش عن شيء. مريم مريم دقيقه دقيقه، والله ترى روان من جد تكلم. يعني احنا لما نتقابل نحاول نطلع برا جو التيك توك، فهمتي؟ يعني نحاول نغير جو خلاص، حياتنا كلها تيك توك. نتقابل نحاول نضحك كذا. صح. لا لا روان كيف تطلع؟ حاول تطلع. شكرا يا حكيم. جيب اربع اسماء يعني هذول تطريفه بس. انا حاب اطلع نزي هذول مزمنة. يلا ها راشد لا ترحم، أعطيك الأحكام تفضل. جولتان جولة جماعة. حكم الأول. جولتان جولة. جولة واحدة الله يسعدكم. الحكم الأول. يلا تفضل. روان الحكم الأول حلو. تعتذرين للأشخاص اللي سبيتهم على الطاولة بالاسم. الحكم الثاني حلو. طيب كامل. يلا أعتذر أعتذر لنيف وناصر و دقيقة مين كمان ناسية؟ لا أنا بس قول دول الاثنين، الباقيين الباقيين شكله مو كلام سب. بس كذا يعني جاء طاري كذا، مثلا فتحت سنابتني بدبيت عليه كذا بس يعني مو هذا عادية يعني. في اسم ما راح تعتذرون منه؟ لا ما في اسم ما قلته يعني. هذول يحسبوا انهم محور الكون انه نسولف عنهم. البركات الله يسعدك. انت قلتي اصبر اصبر كيف نصارحكم انه عندنا حياة برا، عندنا يعني ناس نتكلم عنهم برا السوشيال ميديا يعني. انت مو محور الكون، طالع في المرحلة. حلو حلو يعجبني بروان صريح، اعتذرت على طول ما قالت لا صريح. سمير الحكم الأول. ها ايش فيها؟ حكمت روان خلاص. اي وحكم كنت قالت اي انا طبقت الحكم. كيف روان؟ روان طبقت. يلا راشد اعطي الأحكام. الحكم الأول كب العفش صدق. فتحة الكرسي هذه حلو ايوه. دخل يديك مع فتحة الكرسي وتشيل الكرسي كذا. تقيل الكرسي. طيب والله الثاني وش صار؟ الغوا الغوا رحلتي. الح...
الحكم الثاني. قلت اسماءهم عارفه يعني هم يعني بيفهموني يعني اني انحشرت قلت اسامي. فكل ما بنحشر بقول ناصر نيف لاني امون عليها. اوه وسباكي كان قلت كمان امون عليها كثير. هنا الذكاء حكم سهل. ناصر شخصها يا جماعة. كل ما زانت الجلسة قلت ناصر زعلان. ليه كذا يزعل كثير هذا؟ شيء هلا ناصر، ماذا لو عدت معتذرة؟ كيف؟ ماذا لو عدت معتذرة؟ الحين انت وش استفدتي من الجوله الحين اللي لعبتيها وخليتيني؟ استفدت انه انحشرت الحكم وقلت اسمك. شفتي؟ استفدت شيء الحين؟ ما استفدت شيء. انت عائده معتذره الان صح؟ يلا ارسلي لي دعم. يلا. يا اخي دمعة كلب صار بكاي كثير. الصوت ما يطلع. تبوا الصوت ها؟ تفريب. يلا بركب السماعة. يديني ناصر يسوي رفض معلق يا ويلي. يشوفني ناصر. ها خلوه يطلع من القسط ما اشوفه يا اخي برضو معلق عندي. يشوفني يسمعني؟ يسمعني ولا لا؟ اذا يسمعني قولوا ايوه، اذا يسمعني خلوه يطلع. خفيف ما اسمعك ولا اشوفك. كيف ما تسمعني؟ ايوه ما اسمعك ولا اشوفك دودي. ايوه المشكله الحين نهار، ولكن بقول لك نظري فوق تشوفيني على طول يعني الكمار. وع يا اخي يسوي رفض ورجع ارسل. يلا يلا يا اخي ذا الولد وربي فيه من جد نرجسيه والله. ايش اللي ناظر فوق وتشوفيني انا؟ بنمشيها لو شعرك يعني قرعه كذا مدور، بس شايف شعرك كانك مدلل البيت. ام نانو زمباكا باكيو Porcella Bonera, oh baby. Consiglia Cabasio, che io ho ancora mia. Madre Eve. أحس المتابعين يتنقلوا من بث لبث ناصر، من بث لبث ناصر. أخ دخلت معك صح؟ ايوه.
تشوفيني الحين؟ لا اكيد والله بكذب. ليه اعرفك عشان اكذب عليك؟ كيف اعرفك عشان اكذب عليك؟ شوف 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 والله رسلت السلام. لازم اوريك العين الحمراء صدق. يا ليل عيونك ذي اللي غرزانه، وين بتشوف عين حمراء؟ احنا كويس شايفينك معانا. طيب اسمع دقيقه، ده اسمي روان. اسمي نعم. العين الحمراء صدق. يا ليل عيونك ذي اللي غرزانه، وين بتشوف عين حمراء؟ احنا كويس شايفينك معانا. طيب اسمع دقيقه، ده اسمي روان. اسمي نعم. جاء لو ادري كنت دعيت من اول. يا ليل اسود يا عيال اسود، قولوا له اسود. كداب طيب كذاب والله كذاب. هلا والله مدلل البيت. شفتك في البوليفارد الناس مسوين تصاميم. ناصر شر لقلبي.